تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في جولة جديدة، فيديو جديد بالقناة. خوتي واش غادي نقول، هاد النهار واحد الجو غريب وعجيب، سبحان الله، واحد الجو في شكل. والصراحة أول مرة نشوفه في مدينة بركان بهذا الشكل، يعني كان يجي الغيام يجي العجاج، ولكن ماشي قاع بحال هكا. السما بحال اللي حمراء ولا غوز ولا واحد اللون المهم في شكل، سبحان الله. والمهم غادي نديكم معايا في واحد الجوله وتشوفوا معايا الجو هذا النهار كي داير في بركان. وغادي نقلب الكاميرا باش تشوفوا. راني جيت بالعاني لواحد البلاصه اللي شويه ما فيهاش الديور، باش تبان يعني البلاصه هكا خاويه، واحد المساحه. اخوتي سبحان الله هذا الجو كي راه داير، شوف شوف، يا سبحان الله. هذه راه ديك الطريق اللي جايه على الطرف ديال لاصال ديال الرابحي. شوفوا السما كي دايره، تحسوا بحال العجاج هاود ولا ما نعرف. لتحت بحال اللون بحال اللي قهوي ديال السما، وشحال ما تطلع بحال اللي يولي اللون بيض. والله الا جاني بحال دوك الفيديوهات اللي نتفرجوا ديال دوك الدول اللي جايين قدام القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي، بحال هكا كيكون عندهم واحد 3 سوايع ديال النهار والباقي ليل. راه جاياني يعني بحال هكا، ما كانش الاضاءه، والله الا ما كايناش الاضاءه، سبحان الله. وشت مين تكون في الدار الا ما شعلتش الضو ما يبان لك والو في البيت في هذا الجو. هاد الطريق راه هي اللي تخرج من طريق وجدة وتديك بحال الحي الرياض، يعني قبل ما توصل لحي الامل اللي هو معروف بحي المعلمين، يعني قبل ما توصل ديك لاصال ديال الرابحي غادي تلقى هاد الدوره. وهذه راه حتى هي من الطرق الجديده اللي داروا في مدينه بركان في هاد السنوات الاخيره. وداك الحي اللي بان له هو حي الامل اللي معروف بحي المعلمين والاساتذه، وهذاك وايضا تيورار، حي ديال الرحمه، كاملين يبانوا بهذه البلاصه. وهذا راه حي جديد، هاد التجزئه جديده، جايه في واحد البلاصه عاليه. هنا غادي نوصلوا، غادي نخرجوا الفوق ديال تقريبا تيورار، دوك الجواه ديال تيورار تما الفوق. هذه هي الطريق اللي جينا معاه، قدرو راه واصل حتى لهاد البلاصه. هذاك المسجد اللي هو ديال حي الامل، ها كاين زوج، هذا اللي قريب لاصال ديال الرابحي، المسجد الاخر اللي راه عليه تبع السمعه ديالو صغير. كما قلت لكم هاد البلاصه راه عاليه، وعاد الى طلعنا الفوق مع هاد الحي غادي نزيدو نتعلاو اكثر، تبان كاع هاد البلاصه اللي منها، كاع هاد الجوايه يبانو. شوفوا هاد الطريق صراحة خدموها، القدرو راه وصل غير حتى لهنا، خصهم يكملوه باش يربطنا بالأحياء اللي مجاورة، يعني حي الرياض وتيورار وكاع دوك الجوايه اللي تما. هاهي الدراجة الهوائية، يا سلام. الله الا ما كانش بحال البيسكليت تخرج بها تحوس مع راسك، راك تمارس الرياضه وفي نفس الوقت راك تدور. وقبيله كنا طالعين، ايوا درك هود مع راسك، طلق البيدالو خليه يهود بوحدو. شو الجو كي داير، شو شو مدينه الضباب يا خويا، بركان اصبحت لندن. خوتي غادي نضرب شي دوره عندك السيد اللي كيبيع القهوه في الخرجه ديال بركان،
نشوفوا واش راه تما. السي داودي الصديق ديالنا كنا يعني كنت مشيت عنده في واحد الفيديو هادي شحال درنا معاه واحد الجلسه تما وشربنا واحد القهوه. المهم غادي نولي عنده نضرب شي دوره الا راه تما، ما عرفتش واش راه باقي في نفس البلاصه ولا بدلها. راه جاي غير مور ديك يعني الخرجه ديال البركان من تكون غادي الوجده. ها فين راني خوتي؟ ها راني في لابيست غادي، وهي الطريق ديال وجده هي هادي، او البراج ديال البوليس هنا. المهم من فوتو البراج تما نورمالمون يكون داك السي داودي المقهى المتنقل في مدينه بركان. صراحة عنده واحد الجودة عالية ونقاوة، والمهم مشيو عنده وعلى الله نلقاوه تما. ما عرفناش في هذا الجو واش يكون جا ولا ما جاش. خوتي ها هو الداودي راه تما. هي الموقع بالضبط فين راه، في الدخلة ديال البركان مباشرة، يعني من تكون جاي بوجدة في الدخلة. دير غير طوبة. السلام عليكم من جديد. اذا اخوتي شربنا القهوه ديالنا عند السي داودي، واحد القهوه واعره تبارك الله، داكشي زين. ونصحكم اي واحد شاد الطريق ديال وجده ولا فايت من هاد البلاصه ماشي الفزوان ولا لاي مكان، يشرب واحد القهوه ديالو هنا ويكمل الطريق. والصراحه داكشي واعر بصراحه، داكشي عنده زين مزيان. ونشجعوا بحال هاد المبادرات. كما قلنا نشجعوا بحال هذه المبادرات، اي واحد يخدم على راسه بالحلال ويجيب اللقمه ديالو بالحلال نشجعوه باش انه يستمر ويكمل في ديك الطريق ولا يسر الامور لاي واحد. اذا اخوتي راني في طريق وجده. هيا اخويا واحد الجو، واحد الجو تبارك الله بشكل العجاج معجد دعوه حمراء. والله الا العجاج راه يسر، يعني باينه غادي تجي شي شتا. غالبا غادي تكون شي شتا ان شاء الله هاد اليومين، ولكن غالبا غادي يكون معها حتى العجاج لحقاش راه كما قلت لكم السما حمراء. وراني في طريق وجده، يعني راني في طريق واحد شويه ديك الخرجه، وراني شديت الطريق بحال اللي غادي للرقاده. غادي ندير واحد الدوره خفيفه وعاد نوليو بعد شويه على المدينه، نمشيو نحوسو شويه. واخا الجو ما يساعد الصراحه، ولكن معليش ماشي مشكل، ندير واحد الجوله. شوفوا اخوتي الجو كي راه داير، سبحان الله السما حمراء
العجاج. الصراحه راه ما كاينش يعني العجاج، ما راهش صوت العجاج، ولكن راكم تشوفوا الجو كي داير، وكثر من تكون في البيسكليت تحس شويه بالتراب، يعني تحس شويه بالتراب. غادي نمشيو للفيرما ديال بيك، ما غاديش نزيد حتى الرقاده، غير حتى لديك الرومبوا ديال الفيرما ديال بيك وندور معاها، ونمشيو لديك الجهه ونشوفوا شويه الطبيعه ونكملوا الجوله ديالنا لهذا اليوم.